عسلامة، شنحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. اليوم جيتكم في فيديو جديد سهل برشا وبسيط وبنينة بنينة بنينة على الأخر. اليوم باش نحكي لكم على الدريم كيك. هي في الأساس كيك شوكولا للناس اللي بالحق تعشق الشوكولاتة، خاطر هي قوية نوعا ما على الكيكات الأخرى، لكن هي بن 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 صدقني مشخشخة. شوفوا ما شاء الله، راكم سمعتوا الصوت، حاجة توب بالحق. الناس اللي تموت على الشوكولاتة باش تعجبهم على الاخر. دريم كيك هي في الاصل تو عندها اكثر من عامين ولا قرابة العامين من اللي طلعت، لكن هيش من الدولة برشا في العالم العربي. المرة هذه قلت غنجيب لكم ريسيت سهلة برشا وبراتيك، وهي تقريبا اقرب واصح ريسيت للريسيت اوريجينال متاع الدريم كيك، خاطر الدريم كيك ما تصيرش بالكريم شانتيه وما تصيرش بالويبين كريم. دونك هي ها باش نكتشفوا المقادير الكلها مع بعضنا اختي واختي، ونشوفوا كل شيء. باش نعملكم لهنا المقادير وطريقه التحضير مع بعضهم تباعا باش ما نطولش عليكم وما نزيدش نعقد لكم الامور. دونك في ريسيبيون غارق برشا، شنو ناخذوا؟ ناخذوا 100 غرام تاع فارينا، نحطوا عليهم 50 غرام تاع كاكاو بودر. كاكاو مره هذه اللي استعملته لونه بني مش كاكاو لونه غامق، دونك باش يعطينا منظر مش راهو مزيان. باش نحطوا عليهم زاد كيف كيف لهنا عندنا البيكينغ صودا وعندنا البيكينغ باودر. دونك عندنا البيكينغ صودا اللي هي صودا نتاع البيكينغ صودا، شو نسميها لكم، صودا ليمونتير هذيك، والبيكينغ باودر هي خميره الحلويات بالطبيعه رشه الملح. لهنا كان شفتوا عندنا وحده ملعقه قياس نتاع تي سبون نتاع بيكنج صودا ونصف الملعقه بيكنج باودر. دوك نتوما ديما ثبتوا اموركم. لهنا معناها نصف ملعقه صغيره من خميره الحلويات ونصف النصف نتاع الملعقه الصغيره نتاع الشاي هذيك من البيكنج صودا. ما تكثروش خاطر راهو يعطي مطعم خايب. دوك هنا وبعدين نزيد عليهم 200 غرام سكر ونخلط المقادير الجافة كيف ما شفتوا الكلهم مع بعضهم. تو نزيد نكتب لكم المقادير الكل مكتوبة تحت في صندوق الوصف بالتفصيل. دونك هنا عندي 100 مليليتر نتاع ماء سخون، مش حليب، ماء سخون. حطيت عليه مغرفة صغيرة نتاع قهوة سريعة الذوبان. الماء لازم يكون سخون. هنا اول مكون المكونات تو المكونات الجافة كمان حطيهم باش نبداو نحطو طول المكونات السائلة. حطينا الماء السخون مع القهوة سريعة الذوبان، 100 مليليتر من الماء الساخن، ونحركوهم أولا حتى لين نتحصلوا على الشكل اللي تشوفوا فيه. من بعد باش نزيدو نلحقوا عليها باقي المكونات السائلة مع بعضهم ونخلطوا. كيف ما شفتوا الكيكه هذه ما تستحقش باتور وبدون اي تعقيدات. لهنا ما عنديش البن، حطيت حليب مع ملعقه صغيره من الخل، هذا البديل لللبن، لكن هو تتعمل بالبن ولا بالرايب. دونك 100 مليليتر البن او تعوضوها بالحليب ومغرفه رايب. حطيت لهنا عظمه واحده، بيضه واحده، وحطيت زاده كيف كيف عليهم 50 مليليتر من الزيت النباتي، وزدت عليهم بالطبيعه اكل فانيليا السائله، مغرفه صغيره فانيليا سائله. تنجموا تعوضوا بساشي سكر فانيلي ني، والا تعملوا جوز دو فاني، حسيلوا اي فانيليا متوفره عندكم ولا بودر نتاع فاني حطوا اللي تساعدكم. دونك ولا روم هذاك نتاع فاني زاد بنين بنين على الاخر. نخلطوا المكونات الكل نتاعنا كيف ما تشوفوا بالمغرفه ولا بالفرشات ولا بالفوي كيف ما تشوفوا، مش مهم، يكفي انكم تخلطوا المقادير مع بعضهم. سايي الخليط نتاعنا سي ديجا احضر. شنو نعملو؟ ناخذوا الطبق اللي باش نعملو فيه الدريم كيك وندهنوه بشويه زبده ونصبوا فيه الخليط. بالنسبه للطبق لهنا بصراحه ننصحكم انكم تعملوا هكا دي فورم انديفيديوال، هما في الاصل الدريم كيك يعملوها في حكه كيما حكوك الشاميه في تونس اللي بغطاهم هذوك الحكوك المعدنيه هذوكما، سينو تعملوا الحكوك الجوتابل هذوكما اللي بالغطاء. بالنسبه لي ما عنديش ومستنسه نعملها في القالب هذا. دونك جودوا بالموجود، ما تعقدوش الامور، ما عندكمش قالب سبيسيال، اعملوها في اي قالب متوفر عندكم في الدار. دونك كيف ما شفتوا نصب الخليط نتاع الكل، ما نخلي حتى شيء بالطبيعه، ويكون ديجا الفور سخون من قبل، اقل شيء خليته تو يسخن يجي 4 دراج، دونك 20 دقيقه من اللي هو قاعد يسخن. خليته يسخن على درجه حراره 180 درجه، ومن بعد كي دخلت الطبق نتاعي هبط درجه الحراره ل 165 درجه وخليت الكيكه نتاعي تطيب في راحتها.
لو طون اللي الكيكه نتاعي قاعده تطيب باش نجي نحضر الكريمه. الكريمه اللي هي زاده تسمى البودينغ. دونك شنو عملت؟ خديت لهنا الطنجره حطيتها على النار، حطيت 130 غرام تاع السكر، زدت عليهم 35 غرام تاع كاكاو، كاكاو كما شفتوا الكاكاو البني، وزدت عليهم زاده كيف كيف 3 ملاعق قياس، تنجموا تعوضوهم بملعقتين اكل ماكله مع العاديين هذوكم من النشاء، نشاء الذره. وتبيعها ما تنساوش رشيشه الملح. وتو نكمل لكم باقي المكونات تباعا. دونك خلطوا المكونات الجافه اللي سميتو لكم هذوما مع بعضهم، وحدهم اللي هما السكر والكاكاو والنشا، وتو نزيدوا رشه الملح مع بعد تالي ما تخلطوهم الجافين هذوما بعضهم، زيدوا عليهم 550 مليلتر ولا نصف لتر يكفي من الحليب. الحليب تنجموا تعملوا حليب نصف دسم او حليب كامل الدسم، هي مساله ذوق لا أرجل لا اكثر ولا اقل. خاطرك تعملوا حليب كامل دسم تحسوها هكا ريتش اكثر، غنيه اكثر الكريمه نتاعكم. هذه هذه مش كريمه، مش كريم كيما الكريم باتيسير، وما تنجموش تعملوا كريم باتيسير خاطر ما تعطيكمش نفس القوام. دونك نفضل انكم تستعملوها تعملوها يعني الكريمه ذي بالطريقه هذه، ما تعملوش شكل كريم باتيسير الجاهزه. اما كي تحبوا تعملوا الجاهزه اعملوا، اما زيدوها الكاكاو وزيدوها الزبده اللي باش نزيدوها في اخر الحلقه في اخر تحضير الكريمه. دونك لهنا خلطنا الحليب وكملنا النشا والكاكاو والسكر، زدنا عليهم مغرفه صغيره نتاع فانيليا ورشيشه الملح اللي قلت لكم عليها لهنا هكا، ونخلطوا كل شيء مع بعضه حتى اللي راو الكريمه نتاعنا بدات تبقبق. بدات تبقبق اش معناها؟ معناها الكريمه بدات تطيب. دونك نوسعوا بالنا مع الكريمه نتاعنا ونبداو نحركوا فيها حتى لين الكريمه تطيب. لهنا ماكمش باش تراوها برشا على خاطر بعملت برشا بخار ولا غالب. شوفوا كيفاش ديجا بدات تبقبق. في الليتاب هذه بالضبط نولي نحرك بسباتول، ما عادش نحرك بالفوي باش ما ندخلهاش برشا هواء، ونزيدوها مقدار نتاع 30 غرام زبده او ملعقه قياس مملوءه ولا ملعقه اكل غير مملوءه. دونك انتم خليكم المقادير كلها بالجرام مكتوبه في صندوق الوصف كما قلت لكم باش تسهل عليكم الماموريه. دونك نحرك الكريمه نتاعي في الوقت هذا بالضبط، وقت اللي نصب الزبده يلزم نطفي الغاز ولا نطفي النار، ما نخليش الكريمه تزيد تغلي. لهنا كيف ما شفتوا ديجا طابت هذيك، قعدت شويه زبده في السباتولا هذاك علاش حسيتوها اللي هي ساحت، لكن هي ما ساحتش. كي تعملوا سطر بالشكل هذاك ما يسيحش على بعضه. دونك لو دو بارتي ما يلصقوش في بعضهم كالعاده كيما تعملوا الكريم الباتيسير الاخرى. دونك لهنا بعد ما حولت الكريمه نتاعي في ريسيبيون اخر باش نعمل لها فيلم كونتاكت باش ما تعمليش هاك القشره في الوجه، وباش نخلي الكريمه هذه حتى لين تبرد. الهدف من ان نخليها حتى لين تبرد باش ما تجينيش فرد قالب، هي اساسا مش بتجي فرد قالب حتى اذا كانت تعملوها سخونه، خاطر ما شاء الله فيها الزبده وليزانغريديون نتاعها ما يخليوهاش تكون بيان فيرم. دونك نحطوا الكريمه هذيك على جنب ونجيو للطبقه الثالثه اللي هي القناش. القناش كيما مستانسين بيا نعمل 200 غرام شوكولاته عليهم 200 غرام كريم ليكيد. كريم ليكيد تنجموا تعوضوها بالكريم فريش، لكن ما ننصحكمش خاطر الكريم فريش فيها القروصيه، والكريم ليكيد ديجا موجوده في تونس كدبابس الصغار، دونك براتيك وتعتبر اقتصاديه بارابور الكريمه الاخرى. دونك نحرك 200 غرام الشوكولاته. هنا الشوكولاته اللي استعملتها شوكولاته بالحليب، استعملوا اي نوع متوفر عندكم. بالنسبه لي المتوفر عندي كان مخلط عندي شويه باتا غلاس وشويه شوكولاته دو كوفرتور، خلطت ما بيناتهم الزوز قطعتهم بالشكل هذاك، ومن بعد تالي زدت عليهم الكريم ليكيد اللي ديجا خليتها لين وصلت لدرجه الغليان. صبيت الكريم ليكيد شويه على الشوكولاته وخليتها حتى لين ركحت، ومن بعد تالي حركت شويه بالفوي. كيف ما تشوفوا ولات صوص مزيانه وليس وتلمع، حاجه امورها واضحه. دونك كيف كيف باش ناخذوا نغطيو الكريم القناش نتاعنا، مش كريم، دونك باش نغطيو القناش نتاعنا وباش نمشيو نتفقدوا هاك الكيكه نتاعنا اللي ديجا طابت. بالطبيعه الكيكه قبل ما تبداو تعملوا لي زيتاب من المستحسن الكيكه تكون وقتها بردت، ما تستعملوش الكيكه وهي سخونه خاطر باش نجموا تعملوها ديمولاج وتستيو السطح نتاعها، خاطر تنجم تتنفخ لكم الوسط نجم تتنفخ لكمش. سا ديبون، بالنسبه ليا ما تنفخت ليش برشا، لكن رغم هذاك حاولت نستوي لها الوجه نتاعها لو ماكسيموم. لهنا الكيكه نتاعي بعد ما استويتها شويه شويه شوفوا كيفاش وليت. بعد ما زاد كيف كيف الكريم تاعي بردت شويه، ما بردتش برشا الحقيقه ما عنديش صبر،
دونك حركتها بالفوي بالشكل هذاك باش تجيني ترجع يعني ليس كيما كانت، ونصبها فوق الكيك. الكيك هذه صدقني راهي مولو وطريه وبنينه، وما تستحقش الجمله انكم باش تسقيوها، يعني ما تستحقش السقا نهائيا. لا تسقيوها لا بالحليب ولا تسقيوها بحد شيء، خاطر ماهيش سبونج كيك، هي كيك ان بو سبيسيال، عاتيه شويه بركه على البراونيز، ما ماهيش براونيز، سهله برشا. دونك نفرشوا طبقه اثانيه اللي هي طبقه الكريمه ولا البودينغ، دونك ونحاولوا نستويو نسويو السطح الكل. لهنا الطبق نتاعي بيضاوي الشكل، نتوما تنجموا تستعملوا اطباق صغيره انديفيدويل، والا تستعملوا لي رامكان، والا تستعملوا الاطباق العائليه الحجم، هذه مساله ذوق لا اكثر ولا اقل. بعد ما استوينا الكريمه نتاعنا لهنا باش نحطوا الطبق نتاعنا في الفور ونخليه حتى لين يشد روحه شويه. بالنسبه لي خليته حكايه دريجين ربيع ساعه في الفريجيدير، قلت في الفور، في الفريجيدير مش في الفور. وباش نصب عليه القناش اللي ديجا القناش ولا ا تمبيراتور امبيونت، يعني ما قعدش سخون وما استنيتوش حتى لين يبرد. لهنا جوست تتاكدوا انه القناش يولي ا تمبيراتور امبيونت، علاش؟ باش ما يدخلش في ينصهر في وسط الكريمه ذيك. وكان لاحظتوا كيفاش عاد معناها حطيت سباتول على وجه كي نجي نصب، علاش؟ باش ما تعملش حفره وقت اللي يبدا تصب في القناش نتاعكم. دونك كيف ما شفتوا سويت السطح بالقناش، وبعد لي حطيت الطبق نتاعي لمده 3 ساعات في الثلاجه. واخر طبقه واللي هي الطبقه الثالثه اللي هي شوكولاته ذائبه بدون اي اضافات. لهنا عندي شوي شوكولاته كوفرتور ذوبتها، تنجموا تعملوا اي نوع شوكولاته، باتا جلاس ولا كوفرتور ولا اي نوع شوكولاته متوفر عندكم، راهو ما يهمش. هي بطبيعه شوكولا دو كوفرتور هي لو ميور كاليتي، اعملوا تجيكم حاجه ديما بنينه ومزيانه. دونك انا حاولت نسوي نعمل طبقه رقيقه من الشوكولاته الذائبه بدون اضافات، نعاود ناكد بدون اضافات. رد بالكم تحطوا فيها لا زبده ولا مارغرين، جوج شوكولاته ذوبوها في بان ماري حتى لين تحصلوا على القوام السائل. دونك انا ذوبتها شوي شوي في الميكرووند، سيسوا روحكم الميكرووند راهو اذا كان تبالغوا فيه انكم تذوبوا الشوكولاته نتاعكم تنجموا تحرقوها الشوكولاته وتفسد وتوليكم لقمه واحده، ولهذا ذوبوها في بان ماري اضمن لكم خير. لهنا نحاول نسوي السطح بشوي بشويه لو ماكسيموم، نوسع بالي معاها باش تجيني طبقه رقيقه ما تجينيش غليظه برشا. دونك هنا رغم اللي نتوما باين لكم اللي هي غليظه شويه في الاول، لكن راه ماهيش غليظه، راه يمكن فيها 1 ولا 2 مليمتر الارتفاع نتاعها. حاولت الماكسيموم انه نعملها رقيقه الطبقه نتاع الشوكولاته من فوق. دونك انا نسوي السطح شويه عبر اني نرج شويه المول نتاعي، ونرجع المول للكونجيلاتور ولا للثلاجه العاديه. الكونجيلاتور خليها دريش، الثلاجه العاديه خليها درجين، المهم قيس ما تراو انه الشوكولاته نتاعكم ولات ايباس من الفوق. بالنسبه ليا كيما تعرفوني ما عنديش صبر، وديما نزرب وديما نلحق باش نصور لكم في تصويره كلير وضاويه. دونك في ساعه في ساعه مشيت رشيت فوقها الكاكاو ودخلتها ديريكت للثلاجه، يعني ما زدت استنيت برشا، لان ما نحبش نرش برشا كاكاو، نتوما وكيفكم، فما شكون يعبيها بالكاكاو. بالنسبه لي نحب جوست شويه شويه شويه، خاطر ديجا هي بنينه ومشخشخه ديجا من الداخل بالشكالط، ما نحبش نزيد نعملها نقويها اكثر يعني. دونك كيف ما شفتوا الكيكه نتاعي لهنا الطبقه الاخيره اللي هي رشه الكاكاو من الفوق، نجموا ترشوا في غود الكاكاو الشوكولين اليوم مسحوق الشوكولاته ذاك اللي نحطوه في الحليب، انتم لكم حريه الاختيار. زوز بنين وزوز يعملوا الكيف، شوفوا هاك المنظر، اللهم صلي على النبي، صدقوني هذه من ابن وروعه روعه. الناس اللي تحب الشوكولاته باش تفهمني، جربوا الريسيت، شاركوني تطبيقاتكم على انستغرام سويت سوندوس، وعلى جروبكم صنف ونص، نخليكم الروابط تحت في صندوق الوصف، ونخليكم زادا المكونات كيف ما وعدتكم مكتوبه بالتفصيل في صندوق الوصف. بالطبيعه ندلل عليكم باش تعملوا لي لايك للفيديو، تعملوا سبسكرايب وتضغطوا على الجرس باش توصلكم نوتيفيكاسيون كل ما نهبط فيديو جديد، وزادا كيف كيف تخلوا لي كومونتير مزيان خاطر نبدا نستنى في تعليقاتكم بفارغ الصبر. وتو ما بقى لي كان باش نقولكم دمتم في رعايه الله وحفظه، ونشوفكم ان شاء الله يا ربي في بنه جديده ورسالة جديدة وتشخشيخة جديدة. بسلامة.